فين فساد بس ما أفسدوني، ولأني بوش وقفت لا تنازلت ولا سكتت، بالعصفورية حطوني، عصفوري العصفوري، حتى لو ما قدرت عليهم ما رح فيهن هن علي، عصفوري صغيرة من جوا مرة كبيرة العصفوري، حتى لو ما قدرت عليهم ما رح فيهن هن علي. حرف السين سايكو سايكو، جننتونا عالعصفورية، خدتونا هالدنيا شرشحتونا، صرنا للعالم فرجة وزي المرجة، والمرجة نينا وشامينا فرجة وهي مزينة. خلونا شوي تنحل يا عين، وقفتوا دقات القلب، سكرت علينا الدرب، شو مثلتوا دور الضحي، خلونا شوي تنحل أحسن، وقفتوا حتى لو ما قدرت عليهم ما رح فيهن هن علي، عصفوري صغير من جوا مرة كبير العصفوري، حتى لو ما قدرت عليهم ما رح فيهن هن علي. كاسك هذا يا سيدي بلا طول سيرة، ضليت راقدة شي مكاريف شي تاكسيات، يمكن شي ساعة ساعة وشوية بعز طقة الظهر والشوم، وأنا لاحقته لجوزي المرحوم على الدعسة، رايح لعين تاني يخوني مع أعز رفقاتي. مشيت 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 مشيت، بدك تقول يعني مثل المسافة بين الدورة وجبيل، مسافة بعيدة كتير. لطيت له على باب الشقة لحتى فات هو وياها، بعدين سكرت هالعين الساحرة ودقت العين الساحرة العين الطراءة يعني، يعني الناظور اللي بيبخشوا الباب فيه، سكرت هالعين الساحرة ودقيت هالباب، فتح الأجداب ما له متوقع انه انا، وعيونك تشوفه لما شافني بخلقته، وشه اصفر وتكرتع، اما هديك العقربه كانت متلقحه على هالصوفايه بالصالون ويا دوب فاتحين لتر المبيت، ما لحقوا لسه. بساعه الساعه قلت له هلا بتطلق. طبعا ما طلقت، ضليت عنده لانه في عمله. ايه لحديت ما ارتحم ومات. يخرب بيته شو غبي. سيدي كل الرجال هيك. حياتي ولو. ناجية أنا شو؟ طلع فيني. هاي طلعت فيكي. شو دارت معك؟ دوخيني. بتحبني؟
بموت فيك. أنا تجوزت. فاجأتك؟ إيه إنه فاجأتيني إنه ما كنت. طيب تقبلني. معناته اسمع هالكلمتين حبيبي، نحن خلص انبسطنا ووقنا وتعشينا مع بعض وحكيت لك قصة حياتي من وقت ما جبروني أهلي بهالجوازي لحديت ما انقبر ومات، وبتقلي فاجأتك. سكر لي هالملف. علي عاد وين راح؟ وجعني راسي وفايتة نام من بعد إذنك. حياتي بتعرفي وضعي، قلت لك أنا مجوز. بعرف بعرف، والحق علي. ما تقرب علي، ما تقرب علي. سلامتك ان شاء الله. الله يسلمك، طمنينا. اذا احتجتوا شيء نادولي ان شاء الله. من هون لساعتين ثلاثه باذن الله تكون يعني حالتها مستقره، فيكم تطلعوا تطلعوا. شكرا، كتر خيرك ان شاء الله. ان شاء الله. شو قالت؟ ساعتين ثلاثه ان شاء الله بتستقر ومطلعه. مين؟ اختي. رد. فصلت. ارجع اتصل. يلا رح دق لها برا. ايه بتكون احسن. ايه اختي. صبحي وينك انت؟ شوفي اخي، انا من شوي رحت على بيت خالتي ام وصال مشان اطمن عليها، عم شفت ناس فايتين لجوا. دخيلك، ايه شو الجديد يعني؟ يا اخي هدول الناس شكلهم بخوف كثير، في معهم رجال كثير وسيارات وشكلهم دريانين انه وصال طلعت من المستشفى. العمى، وكيف عرفوا؟ من جولي يمكن. مين جولي؟ لك شبنا لك اخي، نسيت جولي اللي حكيت لك عنها، شريكتي تبع الشغل تبع المحل الصالون. ايش شبهها؟ انا شفتها معه، معناتها هي اللي قايلت له. ايوه. ليش دخلك جولي؟ شو عرفها انه وصال بدها تطلع من المستشفى؟ انا قلت له. ايه بقى وليش قلتي لا؟ والله يا اخي ما خطر لي تكون متآمره علي، لانه هي شريكتي بالشغل. وينك انت هلا؟ بالبيت. شوفي بتحملي حالك وبتجي فورا لهون لعندي على المشفى وبتطلعي وراكي، ها اذا حدا مراقبك او عم يلاحقك. مفهوم؟ حاضر. يا سيدي انا شوفير تاكسي، طلعت معي حتى وصلها، بنص الطريق عطست قامت فصلت، ما عاد عرفت شو عم يصير حواليها واصرت الا بدها تجي تشتكي. كذاب. الي ميلي. بوس ايدك يا حجي. انا شو واقف على حيلك انت بي الشرطه في مخبر الشعب شباب؟ يا حجي انا شغلطت، شغلطت معك انا مشان الله بما يفرجوا علي بخترب بيتي يا حجي، عندي مره واولاد عم يستنوني بالبيت، بوس ايدك ارحميني. والله مالي رحمتك، عندك مره واولاد وعم تتنطط على بنات الناس ولا شو فكرنا لعبه بين ايديك؟ في عليك ما فيك ناموس حجي. واقف يخرب بيتك، ما بدك تفهم بقى. ايه ما بدك تفهم. لا يكون لازمك مصاري حجة. شو ها؟ لا يكون لازمك مصاري. ايوه عم ترشيني يعني ما هيك. اعوض عم تفرني يا شرطي. ولي يا شرطي. خير حجة شو في؟ هذا المواطن الرديء الفاسد الله لا يوفقك عم يرشيني بالمصاري. وينه هذا؟ شيت ال وقف على حيلك، شيت مخفر الملازم تبع الشرطة. رئيس المخفر هلا مو هون، بعد شوي بتشوفي. ايه عاد حجة خليني وموصلك على بيتك ونامي بتختك احسن لك. ان شاء الله بتفيق بتلاقي حالك نايم بالموعد وبين القبور، انت بدك تنام بتختي انت لك، انا رجازي ابو 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 بطيخ ما كان ينام بتختي، يخرب بيتك شو نيتك عاطلك. اخي شرطي انا جوني الخمس دقائق رح اغفلني شوي، بتمنى في من النوم لاقي رئيس الشرطه في مخفر الشعب جاي على المكتب لكون. الله يرضى عليك، وين انت؟ فارج لك جسال اشوف هو مفايدك لفوق عشان اعرف انك ما رح تقارشني انا وغفلاني. فاجأتك يا حقير؟ على شو مهزوزة أنا؟ أنا بعرف إنه كل رجال فردة كندرة، بدي ضل غير 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 لتجي فردة كندرة على قياس أجري. يخرب بيتكم، ما في حدا بيستاهل ضفري. لك ضفري ما حدا بيستاهله، لك ما حدا بيستاهله. نرجع
معلش متوترة. أنا بعرف إنه كلياتهم فردت كندرا. بدي ضل بدل كندرا كندرا كندرا. بدي كندرا على قياس إجري. لك أنت لأنت بدك تضلي غشيمة وحمارة. لأنت. والله والله ما خطر لي ما خطر لي. يعني أنتم ما فيكم ما تصدقوها. بعدين أنا لما شفتها واقفة مع هدوك الرجال قدام باب البيت دغري عرفت إنه هي كانت تاخذ معلومات مني. عم لقيت لكم وخبرتكم. بالله. وهلا يا فالحة تفضل افتي لي اياها لشو. صرتي ملاحقة من قبل عصابة واحدة على الأقل. ثلاثة. ثلاثة عصابات جوزيف وهالة وجواد. هدول هن خصومي. هدول هن عم يلاحقوني أكيد هلأ. ومع ذلك هي آخر مرة بسمح لك تتدخل بهذا الموضوع أو تحكي فيه معي، وآخر مرة بسمح لك تقنعني إني أتراجع. ولك أسفة، رح ورجيهم يا أنا يا هنن، ورح يشوفوا وصال سايكو شو رح تساوي فيهم. سايكو؟ مين سماكي سايكو؟ سميرة ممرضة تبع المصح. شو حلو سايكو؟ ايه شو يعني؟ مريضة نفسية شو يعني؟ ايه مو حلو. لا حلو. ليش لحالي المريضة؟ ليش انت ان شاء الله مفكرة حالك سوية مفكرة حالك سوية اختك؟ قولي خلص. وحضرتك وصال بعد هالمحاضرة اللي سلختينا اياها ولهلا نحن ما بنعرف لوين بدنا نروح، ممكن تركزي وتفهمينا شو خطتك؟ ها ها اول شي لازم تعمليه انت. وهلا قل لي شو بدك يعني اعمل؟ طالما هاي البنت برات المستشفى نحن بخطر، واذا سافرت برات البلد يعني صارت رقبتنا بايدها، واذا فكرت تنشر معلومات السي دي معناتها فضحتنا. ما لازم ننام لحتى نلاقيها. شو ساوي؟ اسمعي لك، اتصلي بصباح قولي لها وين اخوك الزفت صبحي، أكيد هو مع خطيبته وعم يساعده. حاضر. وهيك منكون كسحناهم. لا 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 لك تعال هون صباح لك شو بالك شايف؟ لك ليش معصب؟ لا تواخذنا انت لا تواخذنا اخي. عفوا اسفين والله. عفوا عفوا اخي الكريم. خير شو بو؟ لك الله وكيلك صار له من الظهر ناطر دوره بالمراجعه وما كان يجي، وهلا بنتفاجئ قال في 1150 حاله مدري قديش قبلنا وتاجل دوره لبعد اسبوعين. ومو بس هيك لازم يكون معنا واسطه. طول بالك ليك حالنا كلنا بهالبلد هيك شو بدنا نعمل؟ طول شرف شرف انا بروح بعين الله. تفضل. بدك تسمع لك مالي ولا ما؟ لك ايش بك؟ شبك؟ شو؟ جماد زلمه انت شبك صحي؟ شو؟ لك هي السرجولي لساتها عم بتدق لي ما عم توقف شو ساوي؟ نيميها لا تردي عليها. خلص نيميها لا تردي عليها. ايه رح نيمها. والله تأثرت عليك. صبحي صبحي. خلص فهمت عليك فهمت. شرف قدامي لجوا. شرف متي لجوا. ما عم ترد. يعني احنا ما لازم نضل قاعدين هيك. قومي روحي على بيتها وخدي معك كم شاب. صدقني ما انا مستاهله. ليش بقى؟ يعني هي ما لها شاكه بشي، هي ما بتعرف اني انا ورا وصال. فليش نحن نجيها بالتهديد والغصب؟ بكره انا بروح لعندها على البيت وبسحب منها كل شيء، هيك مو احسن؟ انا خايف يكونوا عم يتسلوا فينا وسابينا خطوه. صدقني هدول الناس كثير بسطة. يعني اصلا هي بنت كثير هبله، مو شغل لا تفكير ولا تخطيط. طيب انا بكره رح اروح معك. بس انت المسؤولة عن كل النتائج. وبس تطلعي من بيتها بتخبريني بكل شيء. تصبح على خير. وانت الخير. اي خير. ما في خير لحتى تصير سايكو بين ايدينا مرة ثانية. والله عم زبرف بالفلق. من وين لك اخي؟ لك انا الشوفير اللي كنتي معي. شبه يو انا شوفير. انا وين انا؟ شو هذا المكتب؟ وليعي بالشرطة في خدمة الشعر. انا بالشرطة؟ ليش جبتني لهون لك اخي؟ شوفي كنتي طالعة معي شبك وجيتي بدك تشتكي علي شو نسيتي؟ لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ تخبيص من فوق الاسطيح. من وانت؟ لا
لك يا اختي انا الشوفير. شبك شو وديني على بيتي اوام اوام. بتعرفي تروحي على بيتي؟ شو بيعرفني؟ لكان مين بيعرف؟ بنتي حكمة بتعرف البيت، من حاكيه على الجوال بترد وبتدلني على البيت. على راسي. شو عم تساوي؟ هذا بدو بردوا على جروتك، انا بطلع التلفزيون شي تمني، قال بده يفضل علي بمكالمة واحد غريب قرعة ابوك ما بعرفها، مساكلة شوف، هي شي بيتي شو جابها لهو؟ مساكلة لا، مساكلة سبب قولي شو هاد؟ تخرب بيتك يعني ليدي شو بدي احمل بشنطايتي؟ شو القصة؟ شايف صرتوا صحاب؟ سبع تمك صحاب بعينك عدم مؤاخذة، أنا بدي صاحب هيك شكلها؟ هي الحمد لله صرنا صحاب وصح صحيت وراح نحكي مع بنتها حتى جيت تاخدها. لسا عم تعيدها نفس الكلمة صحاب بعينك. شو خالتي نجدة شايفك هون؟ خير شو القصة؟ لك يا أهلين ويا سهلين ومرحبتين، سبت وأحد وتنين وعم طائن، إن شاء الله بتشكر القاسي، إيه قول إيه، لك اطلع اطلع لك هاي الوجوه اللي بترد الروح مو مثلك، أبداً خنطق منطق أنور وجدي تاخذ عمره. وينك؟ ساوي لي كوبوتشينو. إيه مو من عيوني تكرم عينك. تعيش وتسلم بتلاقي. شبك وقفت مثل المصطيجة؟ رجع الغراض لشوف شو بدك تاكلن علي، رجع رجعن على الشري. ايه مساكلة لك كباس رقم ثلاثة مطولة عم تطلع لك بنتي حكمة قوام على الشري. ما حدا عم يرد؟ ايه شغال النوم لانه رجع كباس رقم ثلاثة مطولة عم تطلع لك بنتي حكمة تقولي على عيون امها شافت ولد ما جابت مع انه جوزها ابو النور بنط على الحيطان. تصرف حتى في الوقت مين؟ الو نعم. الو مرحبا اختي، امك عندنا بالمخفر ولو سمحتوا تعالوا استلموها. مخفر ماما؟ لحظه لحظه لو سمحت حفيق لك زوجي يتفاهم معك. ابو النور ابو النور ابو النور مين انا؟ شو بدك؟ امي بالمخفر فهمني شو القصه. اوه مرحبا مين انت؟ لك يا اخي شو عم يصير معك هون؟ شغال النوم هون ما في هيك شغلات عائليه. المدام فيقتني قالت لي انه حماتي عنكم بالمخفر. ايه ايه تمام اخي تمام ما شاء الله عنك، اذا في مجال شرفوا استلموها. طيب 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 سكر. شغال النوم ولي على امك يا حكمه، كيف انا عم تروح بالعرض هالدبه ولي على اسم امك يا على قاضي، رجعت اطلب رقم ثلاثه وكباس مطولا تطلع لك بنتي حكمه. ابو النور فهمت منه بانه مخفر؟ اهل بالمخفر. لك انا مخفر؟ رجعت له عليكو لك هو هذا يلا انا وشفا لك وقفة وقفة. ايه اخي ايه نحن مخفر ركن الدين. ايه طيب طيب ابو النور ايه ايه مخافر يا امي. الحمد لله على سلامتك خالتي الحمد لله على سلامتك. وين ويصال؟ عند الدكتور. شو قال الدكتور؟ ايه ما قال شيء خالتي، قال ما فيك شيء، خضة مو أكثر. خضة؟ ايه إن شاء الله خضة تخضك أنت وياه، كله منك. آخ أنا؟ ليش أنا شو ساوي؟ يخرب بيتك، مو أنت اللي عرفتيها على ليلى على المغضوب الواقف قدامك وخلاها تطلع من المستشفى، مين اللي ساعدها؟ آه خالي شبك، ما أنت كمان اللي حاولتي تقنعي دلال؟ آخ إيه مالي عارفة أنت رح تخرب بيتنا، اتلى حالي عقليت ورح تسلمن هالبطيخ السي دي. خالي في خبر حلو وخبر مو حلو، شو بتحبي بلش؟ قول يا غراب البين. شلون بدي؟ خالي في عصابة عم تلاحقنا. شو؟ مو وحدة ثلاثة؟ وصال قالت لنا في ثلاثة؟ صحيح مزبوط ثلاثة. آه ريانا قامتي. خالي خالي سمعتي؟ خالي يا خالي يا خالي الله يوفقك، بدي اطلب منك شغله، ما حدا غيرك فينا بيأثر على وصال، بدك تستعطفيها بلكي بتسلمهم هالسي دي بقى ومنرتاح. الله يوفقك. لك بس السي دي ضايع، شلون بدك ترجع لهم اياه؟ نعم السي دي ضايع. شو اللي خلاني لك اندوخ وغاطل انا؟ يا ترى شو فيه هاد السي دي؟ غنيه لمحن شوفي كرازي كرازي صباح.
تتجوز. فاجأتك ما؟ للحقيقة إنه إيه مش متوقع. إيه يا ريتني ما عرفته. يا حملة الله. تعي تعي تعي. يلا شباب. ان شاء الله بتقبري قلبي، منيح لهون؟ ايه حاجتك، على مالك تنزلني يخرب بيتك بفروق. اه الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على السلامة، اهلا وسهلا. نور الشارع كله من اوله لاخرته. وين بدنا نروح هلا؟ وين بدنا نروح على بيتك؟ لا، جاية على بالي أكلة فول. فول؟ هلا بدنا نروح ناكل فول بنصاص الليالي. هلا بنصاص الليالي. طيب. ما بتنام يخرب بيتك. أمرك أمرك أمرك. شو بنروح على الميدان؟ لا. على بوز الجديد. بوز الجديد. بوز الجديد. تعال تعال هون. تعال لا تعال. قربت قربت قربت. وينك؟ اقنعتها لمرتك الدبه بالسفا؟ والله هيك بدك تعطيني حصه صغيره هيك وان شاء الله اموري تمام. بس شو يخرب بيتك، صرت كثير مطوله بالي، شط على الارض بالي بعدين بقول لها. لا لا يستر عرضك، خلص عم اقول لك يومين ثلاثه ومنتهي القصه، الله وكيلك منتهي. اه اخر مهله ها. اخر مهله، تفضلي. يلا تحركي. شرفي شرفي. شرفي اطلعي يلا. وين رايك؟ ايه هات المفتاح انا بدي سوق. شو؟ مثل ما حكيت هات. يستر عرضك ما بدك. لك يا ابن الكلب سمعتك مجلعصة. تفضلي شو عرفك باسم ابي؟ تفضلي. راس يخرب بيتك. شرفي شرفي شرفي. وين المفتاح اني واحد؟ والله ما بعرف هلا بس اطلع. هذا يخرب بيتك مفتاح كازوز هذا؟ لك اطلعي حجي يستر عرضك تطلع. طول بالك لحتى اقطعي الشارع. قطعي ما في حدا، روحي يلا اطلعي. روحي يلا اطلعي. اطلعي الله يجبرك. يستر عرضك على محلك، ايه من شانه لا الله، إذا بتعزيه الله على محلك. وينك دبة سيارة مرتك مثل حكايتك؟ الله يسامحك. خلاص. شريف. اصحك تمد إيدك على السكشة تمني. هاتي المفتاح. حافظتك حرامي. يلا روحي. وينه؟ هيك وهون، ايوه. وينك؟ وين كانت كبسة المازون؟ كبسة شو؟ تمام، واقفة لحط لك أول، تعسي دبرياج. لك خراس بعد. تعسي دبرياج يا ولا حتى على الضهر. هيك وعلى اليسار عندك هنيك. ايه ايوه. شعو. اطلعي يلا روحي اطلعي. يلا طلعي. يا رب. قولي يا رب. يا رب. لا. يا لطيف ما أحلى المرأة والتحرر. تفضلي تفضلي. على مهلك على مهلك حجي. يوه ليش الباب مفتوح؟ ولي ولي احلى يكون حرامي يا عمي. انا ما بحسن. انا اول استر عندك، انا بموت رعبه من الحراميه، مالي مصلحه بتوب بنوم بالفوتي. تركيني تركيني تركيني. ولي لك تعال يخرب بيتك. فوتي ولا لي اوه الله لا يوفقه يخرب بيته الحرامي. لك شو صار معك؟ لك يا حرامي يا حرامي يخرب بيتك لحطك. شو هذا؟ يا مرنوف ابو النور. حجه شو بك يستر عرضك؟ يخرب بيتك والله. ما اشوفك صغري ابو النور، لين دفاك بالشقفه. اي بعديك لما اندهلك لك انا إيه ابو النور بيجي بحل لك القصه كلها. ايه نادي له اوام مش هادي له طلع الحرام. لا كان قول روحي هيك على السريع اوام ما تدخل. مرحبا. روح الله يوفقك يخرب بيتك شو حرامي. وسارق الجالس الطاوله كمان. بسم الله. قومي قومي. يا الله يا الله دخيلك يا رب. شبكي صاير لك راسي عم يفش فش ولساتني شايفتك تنتين. عادي حبيبتي هذا من تأثير الإبرة. بعدين منيح انك بقيتي نايمة، لو تشوفي شو صار فينا كنتي جنيتي. الله نفذك. من شو الله نفذني؟ اجا عنصرين وقعدوا من الصبح للمساء ناطرينك لتفيقي وما كنتي تفيقي، شكلهم بدهم يحققوا معك. شو بدهم يحققوا معي؟ ما بعرف ابصر، بس قوموا الدنيا وقعدوها، رموا الفرشات، قطعوا المخدات، وقفونا على الساوي وقعدوا يصرخوا علينا ويعيطوا، وقعدوا يستنوكي لتفيقي. عم يدوروا على سيدي؟ ما بعرف، بس قالوا لسميرة انه بكره الصبح جايين، ديري بالك، شكلهم مو مصلين على النبي بنوم. قولي على امري، انا شو لازم اعمل هلا؟ وين بدي اتخبى؟ انا عندي الحل. شو هو؟ بكرة الصبح بتفيقي وبتفطري وبتهدي لي راسك. إيه؟ بعدين بتحكي مع وصال بتفهمي شو صار معها. إيه؟ بعدين بنروح لعند سميرة من إلا تعطيكي إبرة بتصطحك يومين ثلاثة. شو الحل العبقري انتي؟ لك عم قلك إنه هاي الإبرة عم تصطحني لك راسي، راسي رح ينفجر منها.
ايه ما في حل تاني. ولما فيق بعد يومين ثلاثة شو لازم اعمل؟ ترجعي بتاخدي ابرة تانية بس لنشوف شو بده يصير مع وصال، بجوز تكوني طلعتي. الله يسمع منك ان شاء الله. يا ربي على الورطة، يا ربي على الورطة. طيب يلا رجعي نام. بتعرف شغلة؟ عم بضربها يمين ما عم تزبط معي، عم بضربها شمال كمان ما عم تزبط معي. هاي المادة ليش ممنوعة؟ مشان الله طاهر مو مخلينا ننام لأنه عنا فئة بكير وبدنا نشتغل مثل الحمير. أنا قايم نام. لك عود أنت مو رفيقي وأنا ما بعرف، بجوز كبشت معي على حكي، جاي على بالي احكي 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 لك. والله أنا بدي اسمعك بس يعني سطلت عيوني فاتوا ببعض من أفدخان سيجارتها. طيب خليني أقول لك شغلة واحدة وموت بعدين ما عندي مشكلة. تفضل. ليش شو في؟ لك ممكن بدك تقول لي شغلة وتموت بعدها؟ كم بدي أقول لك على عش الزوجية كيف بدي أعيش أنا وبنت خالي صباح ونعيش هيك حكايات. هي القصة بالذات ما بدي أسمعها، وإذا سمحت اعتبرتني ما سمعت شيء، وقصصك الشخصية لا تدخلني فيها. بعدين تعال هون، أنت كيف بدك وعم تقول للعالم إنك بدك تتجوز صباح ولسه البنت ما وافقت؟ عيب مشان سمعتها. ليش هيك صباح؟ شو بك صرت تحكي مثل المحامين وصحصحت فجأة؟ لا ما صحصحت، بس أنا من زمان بدي أقول لك عينك بس متردد حتى أقول لك. لا 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 تقول لي ولا بقول لك، لانه احيانا يعني الواحد بينقي واحد يحكي معه بيكون يعني انا شكله انا وياك ما في هارموني بيني. منين جبت هارموني ما بعرف. لا تقول لي لا تسالني ما بعرف شو يعني، بس انه انا غلطان، غلطت اني جيت لعندك وعم حاكيك وقول لك على شو بدي اساوي. وتصبح على خير، تصبح على خير. انا حدا انا غلطان، دمت والله ندمان، والله اني ندمان. منين الباب؟ والله ندمان. قصص الناس بدها 100 صحفي وصحفي ليقدروا يحكوا بس على اللي عم يصير. شو انا خاطبتك؟ آخر انت شو بدك؟ جواد انا خايفة، انت واثق فيه لجوزيف؟ انت عم تشتغلي فيني ما؟ ليه بقى؟ بقى انا لاني واثق فيه لجوزيف ولاني واثق فيك انت، بس بحبك، يشهد الله علي بحبك، بس هذا شيء وهذا شيء. والله؟ ايه طب اذا هيك لك انا خلينا نحكي بصراحة. في احلى من الصراحة؟ تفضلي. جواد ركز معي. معك والله معك انا. الموضوع كثير كبير. اذا وقع الفيس بالراس رح نروح فيها خمس ست اعدامات. شو هوا؟ ايه نعم. نعم. مشان هيك فكرت انا كثير منيح بالموضوع ولقيت الحل. شو الحل؟ الحل انه رح اعمل معك ديل. لحظة، شو تعني ديل؟ يعني صفقة. اوكي، شاطر في موضوع الصفقات انا، الرش والصفقة للصبح. أحلى وأحلى، كملي. مهم بتقبل بتقبل ما بتقبل كل واحد بيقبع شوكه بايده. معك علمون، خلص كل واحد يقبع شوكه بايده. المهم السيدي عليه ملفات بدينا نحن الثلاثة. مين نحن الثلاثة؟ أنا وياك وجوزيف. أوكي، مستر جوزيف.
المهم هيدا الشيء بدنا نشيل الاوراق نحن ونسحبهم من السجل التجاري والصناعي. أوكي. وهيك بياكل الضرب هو لوحده. حلو. ليش؟ ليه؟ لانه هيدي القضيه بتدين الشركه ما بتديننا نحن شخصيا. يعني انت بدك انه نحن نقتل جوزيف قبل ما نتاكد انه نحن اخذنا كل الاوراق المضبوطه. ساعتها لك الحادث له حديث. والله ما عليك قليله بنور. ساعتها السيدي كله ماله جنس الطعمه. تروحي الصحفيه تبلطوا للبحر. يا عيني عليك 100%. حتى تشوفي اني مركز معك انا. شو الضمان؟ ولو مصلحتنا وحده. لحتى تكون مصلحتنا وحده لازم نتجوز. اهلا وسهلا يا ست جولي. اهلا وسهلا شرفتينا. ان شاء الله ما تواخذيني مشان امبارح، انت دقيتي لي كثير وانا ما كنت قدرانه ارد لانه انا ما كنت سامعه التليفون، لانه انا بس نام حط موبايلي صامت وما بسمعه. صباح ما صار شيء. اهلا وسهلا. طمنيني شو الاخبار؟ الحمد لله. انا حكيت امبارح معك بالليل لانه كنت بدي اسالك عن اخوكي صبحي. اخي صبحي؟ ليش انت بتعرفيه؟ ايه شبك؟ اخوكي صبحي مو انت حكيتي لي عنه؟ يلي عنده معمل التلج، يلي باول الحاره. انا ايه بلا ايه مزبوط. في حدا حكاني بده قوالب تلج، فقلت لحالي بقول لك مشان تقولي لصبحي. مو شغلته هالشغله؟ ايه بلا. ايه وينه؟ مرقت لعنده على المعمل ما لقيته، وينه؟ اسكتي يا ست جولي، مو اخي صاير معه قصه وقصه؟ شو صاير معه؟ ليكي رح احكي لك، بس يعني امانه امانه برقبتك ما بتقولي له اني قلت لك. شو صاير؟ شو في؟ يعني بصراحه يا ست جولي انا معتبرتك شريكتي وبيت اسراري، لذلك انا رح احكي لك، بس امانه يعني انت لك احكي. شو في؟ رح احكي لك. هي خطيبته لاخي مو على اساس عامله حالها وحده مجنونه؟ ايه طلعت مجنونه عن حقها، لك يعني خالصه خالصه على الخالص، انا شفتها بعيوني. وين شفتيها؟ امبارح لما طلعها اخي من المستشفى اجوا لعنا على البيت. هلا هي وين؟ بالمستشفى. يعني رد رجعها؟ لا لا ست جولي ما فهمتي علي، يعني هي مشفى عادي غير مشفى المجانين. ليش شو صار؟ هي مو خالتي ام وصال، غطنت وارتفع ضغطها واخذوها اسعاف على المستشفى. امي خليني وصلك على المستشفى. امي امي اسمه معي سيارتي. يا الله سيارتك شو حلوه كثير. ليش وين شفتيها؟ لا انا ما شفتها، بس يعني يا ست جولي هيك ست مقدره وحلوه وظريفه مثلك ما شاء الله يخز العين، الله يحميكي من العين الهي، يعني اكيد تكون ركباني سياره حلوه كثير. ايه امي 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 خليني وصلك فرد مره بشوف اخوكي صبحي. ايه ايه ولا اقول لك لا خلص ما بدي اعذبك. ما في عذاب ولا شيء عم قلك، فوتي البسي خليني وصلك يلا. روحي يا ست جولي ربي مولاي هيك يوفقك يفتحها بوشك. صباح روحي البسي. حاضر حاضر تكي بس بلبس وبرجع لعندك. ضيقوا ناسلي من هون، بمشي بتمشوا وراي لحتى اوصل على المستشفى، بفوت بتفوتوا بس ما بدي شوشرة. الله لا خليكي مثل المصفاية يا حرامية المكدوس انتي. هلا انت ليش هيك عم تعملي فيه؟ لانه ما بدي اياهم يشوفوكي فايقه، لانه ما رح تكوني مبسوطه. اي شو يعني لازم اشكرك مثلا؟ طبعا. اي شكرا. العفو. ليش هالمره شايفتك ستي انا؟ العيار تقيل، بدي اياكي تضلي. لك فوتي البسي خليني وصلك يلا. روحي يا ست جولي ربي مولاي هيك يوفقك يفتحها بوشك. صباح روحي البسي. حاضر حاضر تكي بس بلبس وبرجع لعندك. ضيقوا ناسلي من هون، بمشي بتمشوا وراي لحتى اوصل على المستشفى، بفوت بتفوتوا بس ما بدي شوشره. الله لا خليكي مثل المصفاية يا حرامية المكدوس انتي. هلا انتي ليش هيك عم تعملي فيه؟ لانه ما بدي اياهم يشوفوكي فايقة، لانه ما رح تكوني مبسوطة. اي شو يعني لازم اشكرك مثلا؟ طبعا. اي شكرا. العفو. ليش هالمرة شايفتك ستي انا؟
العيار تقيل، بدي اياكي تضلي هون، ما بدي ياخذوكي من عنا. انت بتلحقيني على اساس شو؟ على اساس شفتيني بالصدفه. ليه؟ ايه لقلك ليش؟ لانه هن موصيني اني ما اقول لحدا وين مكان وصال، بس يعني انت شريكتي وانا ما بخبي عنك شيء، وكمان شغله يا ست جولي، انا مو مصدقه امتى اخي يخلص من هاي المجنونه. ماشي شرفي يلا. اهلين وسهلين باخي فؤاد، ان شاء الله بيقبلوني الشوارع. تفضل ابي تفضل. اهلين ابو النور، اهلين. جيت بوقتك يا حبيبي، وخذ راحتك. شو وين يا مدام؟ بالمدرسه. لك بزمك انت محظوظ، عندك مدام ما لها نظير بالدنيا. خليكم شوي، على ما يبدو هذا زلمه مو زلمه خالص. اهلين وسهلين بالاصدقاء اللي بده يشربوا قهوه عند الصباح الباكر ويحكوا مع بعض سيري. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. عاوزك بشغلي. خير شوفي. شوفي يا ابن الحلال، انت زلمه زقرتي ومعدل وسربست هيك، بس ما عم يزبطوا مثل تبعاتك وقبضاي. الك وليل الديب. خسى يا ابو النور، خسى الديب. بدنا نتشارك انا وياك بالمشروع تبعك، شو رايك؟ يا عين عليك، والله عم دور على شريك من السماء. وصلت انا، سمعنا الفاتحه. بس يعني عدم المؤاخذه، قديش معك مصاري؟ ما معي ولا قرش. شلون؟ لكن شلون بدك تشاركني؟ اها، هلا رح اسقيك فنجان قهوه وفهمك شلون انا وياك بدنا نتشارك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. شبك شبك مثل الاولاد الصغار، جمد لك شوي. ايه بجمد. ايه وسام، شو بدي وصيك؟ مشان الله ما تخلي عني ها اذا طلبوني. ايه ما رح يطلبوكم، رح ياخذوا بالك. خلصنا بقى. خلص بس يعني وين راح بالهويه؟ صار له ساعه معه. والله اخذها يكزدر هو وياها شوي. شو القصه يعني؟ عم يعملوا لك تفيش؟ لا تحكي، لا تحكي، لا تقولي تفيش تفيش تفيش، هي الكلمه بتموتني بتموتني بتموتني. طيب طول بالك، طول بالك حبيبي، طول بالك. يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله خير. قولي قولي. وترتني صبحي. ليكم ليكم اسكتي. مش 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 زين. معي كريم. لوين؟ مطلوب احتياط. بالله سكرت علينا الدرب، مثلت دوري.